جدا يا استاذ حمدي. بالتأكيد هي منافسة قوية، وأرجو إنها تتم في إطار القيم والمبادئ التي عرفت عن النادي الأهلي، ايوه لأن يمكن بعض الناس في القائمة الأخرى أحيانا بتفلت منهم تصريحات، يعني أرجو إنها تتوقف تماما. وبعدين أنا هقول لك، هو المفاضلة هنا بين مين؟ أولا محمود الخطيب، لعلمك ده بالنسبة لي من أقرب الناس إليا، وأنا طبعا كنت معاه، ويمكن احتفال اعتزاله انا اللي عملت له كل ده، وما زلت حتى وقتنا هذا. بس في فرق بين خبره في مجال معين وخبره في مجال اداره مؤسسه كبيره جدا. يعني مثلا معلش هتكلم بشكل، يعني انت عضو فيه، تمام، يعني هل يوجد في الزمالك من يمتلك شعبيه ومكانه وقدرات المعلم كابتن حسن شحاته؟ ما فكرش ليه الكابتن حسن يدخل لرئاسة نادي الزمالك؟ خلينا منطقيين، هو الخطيب جرب في المجال السابقة، إنما نتائج المجالس السابقة لا تصل إلى عصر اللي عمله محمود طاهر في 3 سنين ونص. فأنا رأيي إن الخطيب، وأنا ده كان كلامي معاه من زمان قوي، هو لو يركز في مجال الرياضة مباشرة والكرة خاصة بشكل مباشر، اعتقد ملوش نظير ولا حد يقدر يقلل لحظه من موهبه وشخصيه محمود الخطيب. تمام. طيب شايف ان الناس في النادي الاهلي هتنتخب الرئيس بالقائمه بتاعته، ولا هتنتخب رئيس وممكن يبقى الاعضاء من قائمه اخرى؟ شوف يا كريم، يعني طبعا اللي بيتحرك فيه كل طرف ان عاوز القائمه كامله، وبينه وبينك لما تكون القائمه كامله او معظمها بتساعد الرئيس، وما بيكون الامور ما فيش انشقاقات داخليه تعطل المسيره. انا اتمنى ده، انما فيما اتصور 100% هيحصل نوع من الازدواج، يعني في عضو هنا له شعبيه، عضو له مكان، ممكن يحصل. بس ارجو ان ده لو تم برضه ما يتمش بشكل كبير، بحيث يبقى الاغلبيه مع الرئيس اللي جاي سند ليه ودعم، انما ما كنوش عبء عليه ويرهقوه ويعطلوا شغل. ان شاء الله بالتوفيق لكل المرشحين، واستاذ حمدي كنيس طبعا اعلامي الكبير، ونتمنى لك التوفيق، ونتمنى لكل المرشحين التوفيق ان شاء الله في الانتخابات القادمه، وربنا يولي الاصلح باذن الله. وانت تحب عارف تقول حاجه طبعا، للجمعيه العموميه والنادي الاهلي؟ لا ما انا كنت هفكرك، يعني انت ما لحقتش طبعا، دايما كان الوالد يقول لك، انا لما كنت عضو مجلس اداره الاهلي في فتره سابقه، انا عملت نشاط اعلامي وثقافي غير مسبوق، وده يمكن من الاسباب اللي خلت الاعضاء يقولوا لا احنا عايزين نرجع الندوات والصالون الثقافي والنشاط الاعلامي وكل ده. فان شاء الله انا بقاعد ان في اطار ده، ويبقى في كمان مفاجآت اخرى في هذا المجال ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اقول للجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه في النادي الاهلي مطالبه بانها تعمل بعقلها وبفكرها، وترى الصالح فين، ودون اي يعني صدمات بكلمات او بتصريحات او غيره، لا نشتغل بهدوء وبالقيم والمبادئ التي عرفت على النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. وبشكرك شكرا جزيلا طبعا استاذ حمدي الكنياسي، المرشح على عضويه مجلس اداره النادي الاهلي.